هذه من المخلوقات الذي كلام عليه القرى الفرعيه وتخصص في قريه عشرات الالاف ومئات الالاف في كل مدينه وفي كل زاويه وفي كل قريه في جزء القرى. هذه المخلوقات وهذه الملائكه التي ظلت مهمه على حضورنا في هذه المدن على مر التاريخ والتي هي مكتوبه باللغه العربيه لا دلاله وجودها في بلد يعتبر بالقوسين ليس عربي. وفي حقيقه الامر ان هذه البلدان الاجنبيه التي تحدث عنها في هذه الورقه تاريخها مع اللغه العربيه هو تاريخها مع الاسلام نفسه، بل ان البعض منها في اثيوبيا له علاقه مع العربية حتى قبل الإسلام، بخاصة في تلك القرى والمدن والولايات والدول المجاورة لشبه الجزيرة العربية في تونس والصومال وما إلى ذلك. فهي كانت تعرف وقد عرفت العربية بفضل المجاورة وبفضل التبادل التجاري والبلدان بينها وبين شبه الجزيرة العربية حتى قبل الإسلام. لكن بدخول الإسلام إلى القارة الإفريقية في القرن الأول وفي القرن الثاني بدأ هذا الاكتشاف يزداد يوما فيوما، وبدأ الأئمة والعلماء والدعاة من القارة الإفريقية يزورون مكة المكرمة ويبقون فيها لشهور عدة مقيمين متعلمين ودارسين، وبعد عودتهم إلى بلدانهم يعودون بكل تقييم من الكتب ومؤلفات العلماء. و 1997 دعاهم وفد كبير من الولايات المتحده الامريكيه من اجل الحضور او من اجل تفكير انجاز الفيلم حول قضيه المخ. وفي هذه الفتره جاء استاذ امريكي من جامعه امريكيه عريقه اسمه هنري جايز، ولما زار مكتب ماما حجارة يقول صاحب المكتبة أن هذا الرجل بدأ يبكي لمدة طويلة، فلما سألوه لماذا يبكي؟ قال أنا أبكي بشيء واحد، أولا على أن أعرف أولى هذه المحطة، وثانيا لأنني ظللت طوال السنوات في شبكة أمريكا أدرس طلبة لأن أفريقيا ليس لها تاريخ إلا التاريخ الشفهي وليس لها تاريخ المكتوب وليس مخطوطات، وهذا اليوم أقف على هذه الكلمة هذه من المخطوطات. إذا خلاصة الفكرة هي أن في المخطوطات وهذا هو التمييز الأخر نستشهد على أن هذه القارة في مجملها كانت عربية اللسان، وكما جاء في الأثر أنها ليست العربية منا أو بأحد بأذن أو بأم، وإنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.